بص بقى يا معلم، اول حاجه هنعملها ايه؟ هنبدا نرسم كده مستطيل، تمام؟ ماشي يا ميزو؟ ماشي. وبعد كده ايه، هنقطع هنا كده، هنخلي ده حته فاضيه ديليت، تمام. وبعد كده بقى عايزين ايه؟ نغير لون، نخلي لونه ايه؟ احمر. حاضر، نعمله لك احمر. حاضر يا معيس. ماشي. طيب وبعد كده بقى هنرسم شكل كده، والشكل ده هنخليه ايه؟ ليكويد، سائل زي الميه كده. ماشي اهو. وبعد كده هنقول له ايه؟ ابا بص، الميه، في ميه طلعت اهي. الميه بقى ايه؟ بتقعد تتحرك شويه، وبعد كده ايه؟ تبدا تستقر. حاضر، تعالى نرسم. بص هنرسم ده، ونخلي ده مثلا ايه؟ خشب. حاضر، خشب اهوت، تمام. ونرسم واحد تاني، نخلي ده ايه بقى؟ بص ده ماتيريال اهو، ستون، زي صخره كده. ماشي، تعالى بقى نرسم كده اهو، اسفنج. ماشي. ودوت اسفنج برضو. لا، خلينا نختاره مثلا ايس. الايس ده يعني عباره عن ميه متجمده، ماشي، تلج اهو. وهنشغل بقى، بص في حاجات طفيت فوق زي الخشب، هو طلع فوق اهو، وفي حاجات نزلت تحت، والتلج في النص. ماشي، حسب الكثافه، احنا ممكن نتحكم في الكثافه التلج فوق في شوية. نص الميه. اه، في نص الميه. بص ده هنا. طب تعالى بقى نرسم تعالى بص يا ميزو، تعالى بقى ايه، خلينا نرسم شكل كده، والشكل ده هخليه عباره عن غاز. الغاز كثافته اقل من الميه فبيطلع فوق، خليته هيليوم، هنزله كده ونشغل. بص يحصل له ايه؟ طلع بره خالص. ماشي. اه، زي الخشب، الخشب بيطفو فوق، والحاجات اللي هي زي الحديد والطوب بينزل تحت الميه. والجليد الجليد في النص اهو، اللي هو استنى بس عشان التسجيل. بص يا معاذ، بص معاذ بيعمل ايه؟ معاذ بيوصل الحاجات ببعض. انا وصلت كده. اه، مش انت اللي كنت توصل الحاجات دي؟ ايوه بص بص. وصلتها. طيب بص بص، لما نيجي نحرك حاجه واو كله مرتبط ببعض، حركات. ماشي، انت انا عامل، عايز اعمل ربطهم كده بس. مسلسله، ربطهم مسلسله. هوت، وهنحط بقى عارف العجلات. الكاوتشات. طيب بص يا معلم، عارف. تعال نرسم بقى الكوتش تاني، تمام اهو. وهنبدأ نحط الاكسات. الاكسات ده عشان ايه؟ العجله تتحرك. بص اهي اتحركت اهي. ماشي. طيب تعالى بقى نحط لها محرك. المحرك كده ايه؟ بس ما تتكلمش. لا لا، وبعد كده ايه، نخلي المحرك يمشي بقى الناحيه دي، نخلي العربيه تمشي، صح؟ مش انت رسمت تمشي. كذا عربيه قبل كده؟ كذا عربيه. اه، نرسم عربيات بقى. بص نخليها نعمل فولو، نعمل فيديو كمان بس. اه، هنعمل ايه؟ فولو، يعني الكاميرا تمشي وراه. ماشي. اه، ليه ما نعملش فيديو كمان؟ نعمل. حاضر. طيب نعمل، بص هنزود بقى، خليها تمشي بقى بسرعه. اوه، بقت سريعة. حاضر يا معلم. بص طيب تعال بقى نعمل ايه، نرسم حاجة كده، نخليها ايه، تغمض فيها. اي، تعال بقى ايه، نثبت الشكل دوت، نرجع من التراجع ونثبت الحاجة ديت. أو طارت أهي. طيب تعال نرسم حاجة تانية، نرسم عربية ونحط فيها عجلتين. ايه رأيك لو نحط في عربية كمان؟ نحط فيها ايه؟ اه، عجلات. أربع عجلات؟ اه، حاضر. أربع عجلات. تعال بس نحط واحدة اتنين كده، ونرسم عربية تانية يكون فيها عجلتين كمان. ماشي؟ اه، بص دي بتمشي اهي، تمام. تعال نحط لها محرك، ونرسم عربية تانية من غير محرك. ممكن بتكلم
بص هناخد ديكوبي وننسخها تاني. لا 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 معاذ تعالى بقى نشوف الحاجه اللي معاذ اخترعها. مش معاذ اللي قال لي عليها؟ مش معاذ اللي قال لي ان احنا ممكن نربط بين الاثنين؟ تعالى نلغي المحرك ده او نربط بينهم بحبل اهو. بص اتحرك دي ودي ما تتحركش عشان ما فيهاش محرك. هنعمل ايه بقى؟ نحط الحبل. نحط السبلاي بين الاثنين. شين نحط شين شين بين الاثنين. سلسله بين الاثنين. سلسله سلسله لكن انا بص بقى انا متحرك. بقى اتحركها معايا هي. لكن ماشي. انا عامل حبل مش سلسله. ما هي حبل او سلسله؟ انا كنت عاملها سلسله عشان نشوف. يلا